عاداتنا الغذائية كتير ومتعددة، وفي منها عادات ممكن تكون مضرة لدرجة كبيرة جدا. ومؤخرا للأسف بقينا بنشوف كمان تحذيرات من تسخين العيش أو عادة تسخين الرز. التحذيرات دي بنقول عليها إنه إحنا يعني مش مدركينها أو مش مدركين أهميتها. في ناس بتتكلم عن إن تسخين العيش أو رز بيحوله إلى سموم، وإحنا بنعيش بقى سنين يعني بنسخن العيش وبنسخنه على البوتاجاز وبنسخن الرز. يعني في عادات كتير قوي، حتى لو انت كنت بنتكلم عليها مصطفى، يعني ده احنا بنتكلم في تسخين، ما اتكلمناش مايكرويف. يعني خلينا نعرف تفاصيل. يعني المايكرويف ده بقى قصه كبيره، واعتقد ان كل بند التسخين ده محتاج اعاده نظر مننا كمصريين، لان ده بيمثل خطوره كبيره جدا علينا لو ما خدناش بالنا من شويه تفاصيل صغيره. خلينا نعرف التفاصيل من الدكتوره مروه شعير، استاذ مساعد الاغذيه الخاصه والتغذيه في معهد بحوث وتكنولوجيا الاغذيه. بعد التحيه دكتوره، خلينا نتعرف على المواد الغذائيه اللي تسخينها بيسبب خطوره على الصحه العامه. تمام، مبدئيا صباح الخير على حضراتكم استاذ مصطفى، استاذه جمانة، كل الساده المشاهدين، يومكم جميل دايما. بالنسبه للاكلات، وسمعت طبعا مداخله حضراتكم اللي هي الخطوره في التسخين، احنا لو عملنا تسخين جيد للاغذيه واللي قبل من مرحله التسخين هو ان احنا حفظناها بطريقه سليمه قبل ما ندخلها الثلاجه، ومده الحفظ بتاعتها وكل العوامل دي اللي هتاثر على سلامه الغذاء اكتر من عمليه التسخين. طيب، بمعنى دلوقتي اي اكل، سواء رز سواء خضار سواء لحوم سواء اي اكل بروتينات، اي نوع من البروتينات، اثناء الطهي بتاعها يجب الطهي الجيد للاغذيه بتاعتي والاطعمه ده. طيب، وبعدين تتساب بعد مرحله التسويه بتاعتي ساعتين اثنين مش اكتر في درجه الحراره العاديه، وبعدين بدخلها مباشره للثلاجه. طيب، ساعتين بقى احنا دلوقتي في التجارات المناخيه بنلاقي درجه الحراره ممكن في الصيف تعدي ال 40 كمان، يبقى احنا بنقولش خلال ساعه، يبقى ماكسيموم ساعتين ان الاكل يكون داخل الثلاجه بتاعتي، ده في درجات الحراره اللي تكون منخفضه، ده والربيع ده والشتاء، انما طبعا لو في الصيف يكون اقل من كده. طيب، درجه حراره الثلاجه واحنا داخلين على الصيف لازم تكون على درجه حراره 4 درجه مئويه، وحافظ ان ما تتنيش الثلاجه بتتفتح وتتقفل كذا مره عشان تنيها محتفظه بدرجه حرارتها بصوره جيده. حفظ الاكل بتاعي، احنا اتفقنا خلاص دخلنا الاكل الثلاجه، براعي الاواني اللي لازم ادخل فيها او احفظ فيها الاكل بتاعي. ما ينفعش ابدا ان انا احفظ الاكل في الاواني الالومنيوم. طب ايه افضل حاجات لحفظ الاكل؟ هي افضل اواني الاواني الزجاجيه، الاواني البلاستيكيه المخصصه لحفظ الاطعمه، واللي احنا بنقول يكون نوع البلاستيك من الرقم 5، تكون خاليه من ماده البيسفينول ايه الضاره اللي احنا اتكلمنا عليها كتير قبل كده. طيب، دلوقتي احنا بنطلع بقى الاكل عشان نسخنه وما يبقاش فيه خطوره. الاكل ما يقعدش في الثلاجه اكتر من يومين لثلاث ايام بالكتير. لما باجي بطلع التسخين براعي ان انا اطلع كميات قليله على قد الكميه اللي انا هاكلها، يعني ما ينفعش اقعد اسخن الاكل كله واجي ارجعه تاني وهكذا وهكذا وهكذا، يكون جزء صغير على الاساس اللي انا هاكله في الوجبه بتاعتي. طيب، في بدايه التخزين اصلا في الثلاجه لو كميه الاكل كبيره بخلي شويه اللي هاكلهم في الثلاجه خلال يوم او يومين والباقي بيتحط في الفريزر. تسخين الرز والحاجات دي كلها كلام طلع كتير في السوشيال ميديا، ومش الرز بس كذا، اكل والفراخ وي وي وي، لو احنا اتبعنا الطريقه دي من ناحيه التسخين فده هيكون كويس جدا. العيش اللي عليه كومنت كتير والناس بتتكلم وتقول لك لا ده خطر ومش خطر، لتسخين العيش الجيد انا ما بعرضوش للنار المباشره، بتجنب اللي هو العيش المقمر زي ما بنسميه، علشان اسخن العيش بحطه في دي كانت المفاجاه يا دكتور بقى لينا كلنا. يعني احنا لا، انا واحده من الناس شفت طول الوقت حياتنا زمان كلها حياتنا كنا بنحطه على البوتاجاز، العيش بيتقمر على البوتاجاز. غلط، النار المباشره ده الغلط ليه في العيش. انا عشان احطه بحطه في الرف الوسط من الفرن او بحطه في الميكروويف لاقل يعني ثواني في الرف الاوسط. طب هل انا مره جيت قمرته كده ولا حاجه خلاص حصلت لي المشاكل؟ لا، سواء المواد الكربونيه اللي هي تبقى متحروقه في الاكل بتاعنا، سواء الاكل المشوي او المتقمر او سواء الماده الاكلاميد اللي بتتكلم اللي تتكون نتيجه تعرض الاطعمه للشوائل الحراريه العاليه، سواء القلي او الشوي او اللي هو التقنير زي ما قلنا او الكلام ده كله، دي عايزه فترات طويله على المدى البعيد عشان تسبب لي بقى تكون بقى مسقطنه وتسبب المشاكل دي كلها. طب دكتور، حاجه للعيش احنا بنقول عليها اللي هو التسخين في منتصف الفرن او الميكرويف لثواني، بالاضافه طبعا اللي قلت الحفظ الجاي للاطعمه هيكون ازاي وفي اواني شكلها ايه ودرجه الحراره شكلها ايه وقعد التسخين هيكون ازاي.
طيب دكتور بشكل عام برضو عشان بس الميكرويف يمكن خلاص الناس كلها بقت بتستخدمه دلوقتي، صحيح. تسخين في الميكرويف بشكل عام في اي ضرر ليه، اي اثار جانبيه، ولا هو صحي تماما وامن تماما؟ هو لايف ستايل في حياتنا، فاحنا بنقول الميكرويف اهم حاجه اختياره يكون من نوع جيد، ماركه جيده، براعي ان هو يكون دايما يعني الباب بتاعه والصيانه بتاعته تمام، ما يكونش فيه اي حاجات اضرار فيه. لما باجي بشغله بكون انا بعيد عن الميكرويف ب 4 متر ابسط مسافه، طب انا المطبخ بتاع الزار يبقى اطلع بره تماما. اما بحط فيه الاكلات بيكون التسخين لمده ثواني، ما يكونش ابدا، بتجنب تماما اللي هو البرامج الطبخ في الميكرويف دي، اخطر حاجه اللي بتقعد 4 و5 و6 دقائق. طبعا التعرض المدى الطويل ده غلط، كمان عندي اللحوم والاسماك والحاجات دي كلها سواء التسويه بتاعتها بتاخد وقت طويل في عمليه الطهي، فدي درجه الحراره مش هتكون كافيه والمده الخاصه بالميكرويف، يبقى هستغل في التسخين فقط لا غير لمده ثواني البعد عنه. في قطعه ما بتحطش فيها الالبان ما بتتسخنش فيها، اغذيه الاطفال ما بتتسخنش ما بتخشش فيها، البيض ما بيتسواش فيها، كل الحاجات دي الاحتياطات لو انا اتخذتها فهتكون الدنيا تمام بالنسبه لاستخدامي للمايكرويف. يبقى هو يعني يقتصر فقط على التسخين لمده اقل من دقيقه فقط، ولو انا هاجي اسخن فيها زي مكرون او لين قطع الاكل الكبيره لازم ان انا بقطعها حتت صغيره، ما تكونش يعني خرطه كبيره او المساحه بتاعتها كبيره، عشان اضمن ان درجه الحراره تخش بصوره جيده في الماده الغذائيه و يعني تسخن بطريقه جيده وتتعرض لدرجه حراره عاليه ممكن ان هي تكون تقتل بعض البكتيريا اللي قد تكون تكونت اثناء مثلا وجودها في الثلاجه او وجودها في يعني ان هي تكون مثلا موجوده فتره طويله او انا محتفظه بيها او كده قبل عمليه التسخين. السبانخ، الملوخيه، الحاجات اللي ليها قوام ممكن يجيب بكتيريا لو احنا ما حفظناهاش جيدا. اولا امتى نحفظها وامتى نرميها ونقول ان هي خلاص بقت مضره؟ لان في ناس بتحطها في الثلاجه وتطلع وتسخنها وترجع وفي الاخر يجي لهم بقى مشاكل كتير طبعا في الجهاز الهضمي، ممكن توصل كمان لاكتر من كده كمان. طيب دلوقتي احنا بنقول كل الحاجات دي من الاطعمه سريعه الفساد، فاحنا بنقول برضو ما تقعدش اكتر من نفس القصه اللي قلت اول ما دخلتي مع حضراتكم، مش اكتر من ساعتين بره او ساعه كمان في درجات الحراره العاليه. قلنا ما بندخلها بطلع شويه صغيرين ان انا باجي بسخنهم، بخليها في الثلاجه لمده يوم او يومين بالكثير، ما تقعدش مده طويله. لو انا مش هاكلها دلوقتي هخلي ليها فتره طويله، يبقى الافضل ان انا احطها في كيس مباشره واحطها في الفريزر واطلعها على التسخين المباشر وان انا اكلها. ده كل الخضروات الحقيقه المطهيه على راسها، السبانخ، الشوربه، كل الحاجات دي. طبعا لو انا جيت سبتها وبعدين من كذا يوم او يومين او ثلاثه وجيت، طبعا بيكون من الريحه، بيكون بالتغيرات اللي هي الموجوده، الحاجات اللي طالعه على بتكون في زي حاجات طبقه بيضاء بتتكون او حاجات مبادئ من الفساد الظاهري للاكل نفسه بيكون باين عليها، فطبعا دي اكيد بتتسخن. بس انا ما اوصلش للمرحله دي، يعني انا بقول يوم او اتنين بالكتير حتى لو ما ظهرش اتخلص منها، علشان طبعا ممكن يكون هي فاسده بس لسه العوامل الخارجيه ما ظهرتش فيها. طيب دكتور، الطرق السليمه كمان لاذابه او تسييح الاكلات اللي تبقى خارجه من الفريزر، في ناس بتخرج ايا كان بقى الفراخ، اللحمه، حتى لو اكل معد مسبقا او مطبوخ قبل كده، في ناس بتحطه في برامج في مايكرويف، في ناس بتحطه في حمام ميه دافيه، يعني ايه الطريقه الاسلم لده؟ صحيح. تمام، احنا لو الحاجات بنطلعها من الفريزر لو هينفع انها مثلا معاملات زي السلق مثلا، او مثلا تكون في حاجات زي البرجر بتتحط على الجريل على طول او حاجات زي كده، فده يفضل ان انا اطلعها على طول من الفريزر مباشره ان انا اعرضها للحراره. طيب لو انا بقى يعني الحراره المباشره، النار المباشره على طول عمليه الطهي. طيب لو احنا بقى العمليه الناس اللي حاطه الاكل في الفريزر وعايزه ان انا اسيحها شويه، متبله حاجه بتاع، فانا بحطها على الرف الثلاجه ساعات محدده مش كتيره، وبعد كده ببتدي اتعامل مع على طول، يعني ما تتسابش في درجة الحرارة الغرفة العادية كده حرة طليقة، ممكن تكون عرضة للتلوث والحاجات دي كلها، وبعدين اطهيها، دي أهم حاجة. تاني حاجة كمان الميكروويف ما بفضلش فيه زي ما قلت عملية التسخين، عشان كده بقول للناس في الأول واللي بيجي يشتري ميكروويف، لا حضرتك أنا عايزة أجيب البرنامج بتاع التدخين، وممكن كمان لو تعقيم، لو أنا هعمل تعقيم للبرطمانات أو كده أثناء عملية مثلا اللي
هتبتدي تعمل مربات، سواء الناس اللي بتعمل مخللات، سواء الناس اللي بتبتدي ان هي تسيح زبده، فبالتالي بتكون يعني لازم تعقيم البصمانات دي، فتختار الميكروويف على البرنامجين دول. ليه بقول البرنامجين دول؟ لان دي الاستخدامات الصحيه، دي الميكروويف في التعامل مع الاغذيه. كمان ده هيتيح لي الفرصه ان انا اقدر اشتري ماركه او نوع غالي جيد له خواص جيده، ما اضطرش ان انا اجيب حاجه برامجها كتير، واضطر ان انا اجيب حاجه مثلا سعرها مش غالي قوي فتكون مش جيده بالنسبه لي. عشان كده بقول التسييح بتاع الاكل للميكروويف لا، مش من الحاجات المفضله. صحيح. على اي حال نصايح كتير قدمتها لنا الدكتوره مره شعير، استاذ مساعد الاغذيه في معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، من اهمها برامج الميكرويف، من اهمها التسخين يبقى ازاي، من اهمها نقدر ازاي نحافظ على الاكل لاطول فتره ممكنه علشان نحافظ على صحتنا وصحه افراد اسرتنا. طبعا كل الشكر لحضرتك دكتوره مروه شعير.